بلا تعب بلا مجهود بلا ارهاق بلا ما تعذبي ولا تمحني ولا تفكري، غادي توجدي ملوي ماجيك في دقائق معدوده بطريقه سهله وسريعه وبلا تطيح الكتاف. غتولي طريقه معتمده عندك للفطور الكوتي وكذلك حتى بالنسبه للعيد والفطور ديال سيدنا رمضان اللي كنعرفوا انه تيكون شقه بزاف وكنبغيو اشياء اللي تتكون سهله. يلا اللهم زيد وبارك في ذلك، ونتمنى انك تجربي هذا المسمن وتردي عليا الاخبار، لانني جبت لك الوصفه اللي كيخدموا بها الحريفيات لي كوموند والطلبيات والاكثر من ذلك، يخرج لنا كميه وفيره. ممكن انك تديري الملوي صغير او المسمن صغير بدون ما تبداي تفكري وتخمي لتعبو وتمارتو. هذا الفطور ديال العيد برعايه حلويات ام عبد المغيث، وغادي ينسيك في جميع الطرق ديال تحضير المسمن او الملوي، لان هذه الطريقه كتجي مرقه وممكن انك تحضريه في ثواني فقط. يلا نبداو على بركه الله. اول مكون اللي غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق اللي تيكون ابيض، غادي نضيف عليه يعني ما يعادل 2 ديال الزليف، غادي نزيدو عليه 500 غرام اخرى ديال الدقيق الاصفر، من بعد غادي نضيف ملعقه من السنيده وملعقه من الملح. هذه تولي اسهل حاجه توجديها الفطور بسرعه بدون ما تعجزي. من بعد ما غادي نخلطو نجمعو بالماء، نخليو العجينه شويه ترتاح ونديرو العمليه ديال تولي كويره. تشوفوا معايا العجينه كيف كتعطي طوع. غادي ناخد الدلاك، من بعد ما غادي نكون دهنت مكان العمل بالزيت. عرفتي راه اللد ديالو رائعه والكونتيتي كيلوح كونتيتي كثيره. هنا كنعونو العجينه كنجبدوها. الى عجبكم الفيديو نتمنى انكم تخليو لينا لايك فوالا. من بعد ما غادي نكون طلقنا العجينه غادي ناخذ هذه اللعيبه وغادي نبداو نطلقو. تبداي تقطع هكا وتكون مقاربه. في هاد الاثناء غادي ناخدو وحده وتبقى معايا المرحله، واكيد كنكونو دهنا قبل بالزبده مخلطه مع الزيت، الزبده ديال التوريق، ورشينا بشويه ديال السميده، ماشي الفينو، الا درتي الفينو غادي يقصح لك. غادي ديري السميده اللي كتكون مخلطه مع القليل من خميرات الحلوى،
نجمع هنايا وغادي ناخد كونتيتي اخرى ونبدا. شوفوا راه العجينه كتكون مرخوفه كتبعكم. نبدا نلوي بهذا الشكل وهذه الطريقه الاولى. نحطها جانبا، اكيد بقى مرحله اخرى اللي هي جد مهمه باش ما يجيكمش مرغدان بالمره. هذا راه كيجي بحال الشكل ديال رزات القضيب بلا ماكينه وكيجي رائع البنات والجد، غير جربوه والله ما غتندموا. نحاول انكم تحكموا في السدان ديالو قبل ما تديروش بحالي انا كنت مزروبه مع الفطور. فوالا غادي نكمل الكميه كامله. حاولوا انكم تجربوا ليها ما تخليوهاش تلصق بالمره في المكان ديال العمل. وهنا غادي ندوز معكم الطريقه الثانيه. دائما كدهني البوتاجي او مكان العمل بالزيت. نجبد هذه، نجبد هذه الجهه الاخرى. فوالا تحاولي ترقي الجناب وحتى الوسط. انا شخصيا اغلبيته تندير المدلك. دهني بالخليط اللي درنا، الزبده والزيت ديال التوراق. فوالا كيف كتشوفوا معايا، وكنبدا كندردر سميده رقيقه اللي مخلطه مع الخميره ديال الحلوه. فوالا فهاد الاثناء غادي ناخذ الجراره ديال البيتزا اللي كتكون ماضيه وكنبدا ندوز بها كيف غتشوفوا معايا. حتى هذه في الجنب غادي نحاول انني نرققها. كنبدا هنايا كنهز بجوج باش كنسربي دغيا في الخدمه. شفتوا معايا، يعني كندير جوج ديال الملويات دقه واحده، ان هذه كتكون اصلا عريضه ماشي مشكل، كتهزي في الجهه الاخرى. فوالا وكنبدا كنلوي، وردوا البال باش ما تخربش ليكم. فوالا تنحيدوهم ونكملوا باقي الكميه. في هذه الاثناء البنات ضروري هذه العمليه انكم كتحلوا العجينه ديالكم قبل ما تحطوها كيف شفتوا معايا، باش ما كتجيناش مرغطنا بالمره والخويطات كيعطيو طوع. فوالا هانتي كيف شفتي معايا، من بعد ما غادي تخليهم يرتاحوا غندوزو الاولى. غادي ناخد شويه ديال الزيت وغادي نحاول اني نسد هاد الثقبه. انا كنقرص وهذوك اللي في الجناب اكيد كندخلهم لتحت. اعتذر منكم عن التصوير السريع لانه هنا تيكون وقت الفطور البنات، وكيكون اكيد الكوزينه نايضه فيها القرباله. كتقلبها للجهه الاخرى، سدي من الوسط. فوالا وغادي ترميها في المقله. انا هنايا كندير ثلاثة ديال المقلات، كنطيب فيهم دقه واحده. كدهني بشويه ديال كترشي بشويه ديال الزيت
وحدها مازال باقا خضراء كتقلبيها للجهه الاخرى. والوقت اللي كنقلبوا شوفوا معايا كنحاول انا ندير هذه العمليه باش كتحلينا من الداخل هذوك الخويطات. انا ما كنطيبهمش مزيان لانني كنحتفظ بهم في الفريكو كنجبدهم سخان.